كيف حالك؟ أنا ركام. كيف حالك؟ أنا شظايا وبارود. كيف حالك؟ أسفل الأنقاض أنام منذ 14 يوما. كيف حالك؟ أنا في غزة. كيف حالك؟ في قبر جماعي رطب، وضعوني مع زوجي وأبي وأمي وإخوتي وأطفالي أيضا. لن أكون في هذه العتمة وحيدة. كيف حالك؟ قطتي نسيتها في شقتي في برج 5 من أبراج الزهراء. كيف حالك؟ سأنجو. سمعت أن السماء تحمينا عندما يقايدنا الموت مع القذائف. كيف حالك؟ أنا أبحث عن الخبز والماء ومسكن للآلام. كيف حالك؟ أنا خائفة، ولكني لا أبدي على ملامحي التفاصيل. كيف حالك؟ أنا لست بخير. أنا لست بخير. أنا أتعرض مع جميع سكان قطاع غزة لحرب إبادة جماعية. أنا لست بخير. نسرين سليمان، كاتبة من غزة، كتبت في 25 أكتوبر 2023، هنا غزة.